محافظ الشرطة أعلى سمير فرياني، مرحبا بك. مرحبا بك. أود في البداية أن أطمئن الجميع أن معنويات سمير الفرياني مرتفعة أيام قبل مثوله أمام القضاء، ولكن وددت من خلال هذه المداخلة أن أأتي على هذه الحملة الإعلامية الممنهجة ضد سمير الفرياني، واستغربت ما قيل، وحرية التعبير أعتبرها أمرا معناتها أسلم به وأخذ به، ولكن أن تتحول حرية التعبير إلى مغالطة، فالقول بأن سمير فرياني كان منظر لنظام بن علي لعملياته القذرة، هذا شيء لا يمكن أن ينطلي على هذا الشعب، باعتبار وأن بن علي هو مجرم بفطرته، وقد كشف عن قدراته الإجرامية قبل أن يدخل سمير فرياني إلى وزارة الداخلية، منذ أحداث 78، أحداث الخبز 84، ثم كذلك في السنوات القليلة الأولى منذ تسلمه الحكم. فالقول بأن سمير فرياني كان منظرا للعمليات القذرة، هذا أمر لا يمكن أن يؤخذ بصحته، وخاصة وأن العمليات القذرة كما تحدث عنها البعض انها معناتها فبركه اجراميه موجوده بوزاره الداخليه بكل هياكلها، بالاداره العامه للمصالح الفنيه، بالاداره العامه للمصالح المختصه، بالاداره العامه للامن العمومي. ومهندسي الاجرام منذ اوائل التسعينات داخل هذه الوزاره معروفون، سواء في اداره امن الدوله، اداره المركزيه للاستعلامات، او الاداره العامه للمصالح الفنيه، وان كانت هذا جهاز معناتها بتاع جوسه ومقام جوسه، ولكن يوجد صلبه نواة كانت تعمل بعض العمليات القذرة. فهذه الحملة الممنهجة تريد اليوم أن تنال من معنويات سمير فرياني، وأعتبر وأذكر الشعب التونسي بأن أعظم عملية قذرة قام بها الرئيس المخلوع هو قتل الشهداء. قتل الشهداء هذه عملية لا يجب أن تغتفر للرئيس المخلوع. والبعض كذلك يروج إلى أن دوافع سمير فرياني في قضيته أنه شخصية مرضية يتكالب على الحصول على منصب قيادي. وفي هذا الإطار أطمئن الجميع والبعض القيادات الخائفة على مناصبها أن سمير فرياني ما حشوش حتى منصب. وتعود معناتها صحيفة المغرب في هذا المقال الأخير لاعتماد معناتها نفس الوسيلة التي كانت استعملتها وزارة الداخلية ضدي، ولما كنت موقوفا بسجن العوينة يوم 22، بالتحديد يوم 22 جوان، صدر مقال بصحيفة المساء تحت عنوان كيف أصبح سمير فرياني ثوريا بعد أن كان يتزلف بن علي، واستخدمت مع البحث المنفرد الذي كنت قمت به بالمدرسة العليا في سنة 2004. وفي يوم 28 سبتمبر 2011، وقبل يوم من مثولي أمام القضاء العسكري لما كنت في حالة إفراج مؤقت، عمد توفيق الدماسي بإفادة الناطق الرسمي لوزارة الداخلية مرفوقا بإطار، وحملوا نفس هذا البحث المنفرد، وأرادوا معناتها أن يشككوا الرأي العام من مصداقيتي. وبنفس الأسلوب تم تسريب هذه الوثيقة مجددا وتمكينها من إلى صحافي الذي نشر المقال على صحيفة المغرب، واعتمد نفس البحث المنفرد. ولأذكر الجميع فإن البحوث المنفردة داخل المدرسة العليا كانت في مقدمتها تعتمد على قولات مأخوذة للرئيس المخلوع، وكنت كباحث ودارس مع داخل المدرسة العليا على غرار سائر الدارسين أتقدم معناتها ببعض القولات من مجتمع المعرفة، من الذي انعقد جزءه الثاني الجزء الأول بسويسرا في 2003. ونظرا لأن البحث يحمل عنوان العمل الاستعلامي في ظل الثورة الاتصالية، فمعناتها أخذت بعض القولات،
وأذكر الجميع أن داخل الأكاديميات العسكرية والأكاديميات القضائية والعديد من المنابر البحثية الأخرى كان معناتها يعتمد أقوال الرئيس المخلوع الذي كان ينظر في تعريف الوطنية، في تعريف التطرف الديني، في تعريف، وبالتالي كانت هذه الأقوال وتستعمل في مجال التكوين الأمني كذلك في الاجتماعات الأمنية، بينها معناتها شعار أمن واستقرار من أجل تنمية مستديمة. فالقول بأن سمير فرياني هو كان ينظر لنظام بن علي استنادا من اعتماد هذا البحث، نقول له سي توفيق الدماسي هذه معناتها محاولة أخيرة، كان عليك أن تبحث عن طريقة أخرى لإفقاد المصداقية، وقد تأخرتم سيدي لأن الشعب أحب سمير فرياني، وكانت الصورة معبرة يوم 2 فيفري يوم حملت على الأعناق وتهافت البعض الشرفاء هم، وهذا معناته يكفيني فخرا اليوم، وستكون معناته مثولي مجددا أمام القضاء يوم 16 فيفري مناسبة أخرى لأبرز من خلالها كيف تسترت أنت وغيرك على بعض الضالعين في أحداث معناته قتل الشهداء. وعندها أسألك يا توفيق الدماسي الرحيل، مع الشكر.